جمال سليمان حبيبي، اذا عصبت انت، اذا مره حسيت ان الدنيا حتنقلب دمار، حيحصل تفجير، ممكن قضيه قتل، ايش الحاجه اللي ممكن تسويها؟ انت الان في قمه العصبيه وفي بيتك والمدام جالسه قدامك، حتعمل ايه؟ انا يعني بيقلدوني لما بعصب او بينكتوا عليه لما بعصب، انه بصير بحكي باللغه الفصحى. صدق لا. يعني بشتم باللغه الفصحى. احكي لي يلا. بدل ما اقول له انت قليل ادب، اقول له انت انسان قليل الادب، ما عندك احترام لنفسك. تبا لك. شو قلت له؟ حلو، تبا لك. والله جميل. قولوا بئس ما فعلت، بئس ما فعلت. يا ليت كل اللي يزعلون يتكلموا لغة عربية، كان لغتنا لا ما اندمرت والله. لا بس أنا لو كده وجوزي يتكلم لغة عربية حتى لو عندي إيه، أنا هضحك. هقعد أضحك طبعا. طيب.